جهاد مصطفى، خريجة تربية نوعية فنون، منن بزنس تكنولوجي 24. أنا منة طلّة أحمد، خريجة تجارة إنجليش دفعة السنة دي 23 سنة. اسمي مروة أحمد إبراهيم، كلية هندسة قسم عمارة 28، يعني هكمل 28 سنة. لا، اتعلمت كتير، يعني في حاجات كتيرة ما كنتش أعرفها، مثلا في الغرز، في حاجات كتيره في الغرز ما كنتش اعرفها ترتيب، يعني انا كان عندي مشكله شويه في درجات الالوان وكده. عرفنا بقى الحاجات بنجيبها منين، الحاجات الكويسه منين. من زمان كان نفسي ادخل فنون جميله او تربيه نوعيه، بحب الرسم وخدت كذا ورشه رسم على الازاز وكروشيه وكده، فانا بحب عموما اي حاجه هاند ميد يعني، بس دي اكتر حاجه حبيتها. يعني انا اصلا بحب الرسم، كنت حابه جدا الشغل ده، وكنت برضه حابه اشوفه اعمله على اللبس بتاعي وكده، فهو يعني حاجه كانت مبهراني جدا، بلس ان انا كنت متابعه البيج بتاعت نهاد من الاول، فكنت عايزه اجرب جدا، ان انا ما صدقت ان هي بدات الورشه يعني. بس بحب الحاجات اللي بتتعمل بالايد اكتر، حتى لما كنت بشتغل اوتوكاد عندنا برنامج الاوتوكاد ده في الرسم، لا كنت احب اشتغل بايدي اكتر يعني وكده. بس فلما لقيت شغل نهاد وهمي يعني جميل جدا، عجبني قوي، فأو استغلت اول ما عملت الورشه كنت من اوائل الناس يعني ان انا اشترك معاها. بص، هو انا حسيت ان هي يعني انا واحده مع واحده صاحبتي، او انا مع اختي اكتر من ان هي مدربه، اكتر من جو التلميذ والاستاذ ده يعني. لا، الورشه ما شاء الله اتجنن، منظمه وفي نفس الوقت لذيذه، روح حلوه، ونهاد بتعلمنا وصبر علينا صبر يعني فظيع. اتدربنا حلو قوي، طلعنا حاجات طبعا مش بحلاوتها، حلاوة حاجتها يعني، بس لا حاجات كلها كانت جميلة يعني، كنت راضية عن نفسي إلى حد ما يعني. مبسوطة جدا بالورشة، وحاسة ان بجد في انجاز كبير حصل لما شفت النتائج بتاعتهم في الاخر والبروجكت اللي عملوه في الاخر، ومبسوطة اكتر ان انا عرفتهم، لان هم بجد كانوا يعني روحهم حلوة جدا، وكانوا مخليين الوركشوب كلها دمها خفيف، فمبسوطة بجد ان انا اتعرفت على الناس دي، ومبسوطة ان الورشة طلعت حلوة بالطريقة دي، وان شاء الله نكمل ونعمل كذا وركشوب تاني. وراكي وراكي يا نهاد، في اي ورشه هتعملها انا معاها. بصراحه هي ادتنا من فنها ده بكل اتقان. صبوره جدا، ما بتتخلش على حد باي حاجه، باي معلومه بتقولها لنا، مجتهده جدا ما شاء الله عليها يعني، وشطوره جدا، شطوره وعارفه هي بتعمل ايه. بحب قوي يعني، بحس بفرحه وانا بفرج على الصور بتاعتها يعني.